السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل درس الهمزات. في حال اجتماع همزتي القطع والوصل في كلمة واحدة، يا إما تتقدم همزة الوصل على همزة القطع أو العكس. نأخذهم كل واحدة لحال. نأخذ أول واحدة، إذا همزة الوصل تقدمت على همزة إيش؟ القطع. إيش بده يصير؟ في الأسماء لا تتقدم، ما فيش همزة وصل تتقدم على همزة إيش؟ قطع. ما فيش، لا تجتمع أبداً همزة وصل مع همزة قطع في الأسماء، تمام؟ في الأفعال نعم، في تتقدم همزة الوصل على همزة القطع الساكنة، في مليان القرآن كتير. أمثلة لها: أوتمن، إذن، إيتو، إيتوني، تمام؟ طيب إيش نعمل هنا؟ القاعدة عند الوصل وفي عند الابتداء. عند الوصل عرفناها، قاعدة معروفة، تسقط همزة الوصل وتبقى همزة القطع الساكنة، تمام؟ همزة الوصل في حال الوصل لو في أجت مثلا حرف قبلها، وتمنى وتمنى مثلا، فتمنى، تمام؟ إذا في كلمة قبلها همزة الوصل اسقطيها وابدأي بهمزة القطع اللي هي هاي، تمام؟ واقرأيها. في حال الابتداء، في حال الابتداء تثبت همزة الوصل، تثبت همزة الوصل وتحرك، وتحرك، لازم نحركها لأن العرب لا تبدأ إلا بمتحرك ولا تقف إلا على ساكن، وهي بدأناها حنحركها طبعا، همزة الوصل الأولى حنحركها وتبقى هتحرك همزة الوصل حسب ثالث الفعل، قلنا بتعدي 1 2 3، وبعدين تبدل همزة القطع بحرف مد من جنس حركة همزة الوصل حال الابتداء. تبدل همزة القطع بحرف مد، يعني هذه الهمزة اللي محطوطة على الواو هنا مش حلفظ الهمزة، حلفظ الواو، من جنس حركة همزة الوصل حال الابتداء. طيب ناخذ هذول، تمنى في حال الابتداء ثالث الفعل ايش؟ تو مضموم وضم اصلي، تمام؟ فايش هعمل؟ حروح اضم همزة الوصل. الحلو في القرآن الكريم انهم كاتبين لك في حال الابتداء الحرف اللي انت هتبدأي فيه هتمديه. فهنا من الواو هذه شايفينها اللي الهمزة عليها همزة القطع، هتعرفي انه همزة الوصل هنا هتضميها، هتقولي اوه، هتقولي اوه تمنى، تمنى، هتمديها وتمديها حركتين. اذا الهمزه هذه همزه القطع هروح ايش اعمل فيها في حال الابتداء؟ في حال الابتداء ايش اعمل فيها؟ الهمزه ححذفها واعوض مكانها حرف مد، حرف مد مجانس لحركه الهمزه الوصل اللي احنا حركناها. ففي القران بدهاش شطاره، ما بدهاش شطارة، شوفي الهمزة على أي إيش النبرة اللي قاعدة عليها هتعرفي الهمزة الأولى كيف هتحركيها. فإذا كانت على واو هتضمي همزة الوصل وتمدي الهمزة الثانية، هتقولي تمنى، تمام؟ حتى لو مش عارفة أنت قاعدات كيف تحسبي ثالث الفعل وغيره وغيراته، فهذه حتسهل لك الموضوع. هنا مكتوبة على إيش؟ على يا،
اذا حتكسري، حيكون هنا كسره، همزه الوصل حتكسريها وتمدي ياء. اذا اذا، تمام. هنا برضو على ياء حتقولي ايتو ايتو. حنروح ايش نسوي في همزه القطع؟ حنمدها، وهمزه وهمزه الوصل حنكسرها. طب يصير ايتو إذن. هنا برضو قاعدة على ياء، إذن حنجيب كسرة إيتوني إيتوني، سهلة تمام، موجودة في القرآن بشكل سهل جدا. حاطين لك الهمزة القطع على نبرة بحيث إذا بدك تبدأي تعرفي إنك حتبدأي بكسرة أو بضمة، تمام. إذن همزة تقدم، همزة الوصل على همزة القطع في الأسماء ما في، في الأفعال نعم تتقدم وفي موجود كتير في القرآن الكريم، والقاعدة فيها في حال الوصل تسقط همزة الوصل معروفة، في حال الابتداء تحرك همزة الوصل حسب ثالث الفعل. وقلت لك شوفي انت بس الحرف اللي بعدها على طول واو أو ياء حتروحي تعملي ايش؟ حتضمي او تكسري. فاذا ثالث الفعل فعل اصلي مضموم حتروحي تضميها، اذا ثالث الفعل مكسور او مفتوح او ضم غير اصلي حتروحي تكسريها وتبدأيها بالشكل هذا، تبدأيها بمتحرك وتمدي همزة القطع. انتهينا؟ تمام. في حال تقدم همزة القطع التي للاستفهام، انتبهوا للاستفهام، على همزة الوصل، تقدم همزة القطع التي للاستفهام على همزة الوصل في الأسماء في، وفي الأفعال في، انتبهوا، بشرط أن يكون في اسم معرف بأل التعريف. تقدم همزة القطع التي للاستفهام على همزة الوصل، فلا يجوز حذف همزة الوصل حتى لا يلتبس الاستفهام بالخبر، لا يجوز حذف همزة الوصل حتى لا يلتبس الاستفهام بالخبر. احنا قلنا هنا انتبه للاستفهام، تقدم همزة القطع التي للاستفهام على همزة الوصل، تمام. فهنا مش مع اني انا همزه الوصل موصوله مش هروح ايش اسوي فيها، مش هروح اسقطها، لا حثبتها. ليه؟ لانه لو اسقطناها حيتغير من استفهام لخبر، واحنا بدنا اياه يبقى كما هو استفهام. لا يجوز النطق بالهمزتين محققتين معا، العرب يعني صعب جدا انهم يحققوا لي همزتين ورا بعض، كانك الله يكرمك بدك تطلع اللي في معدتك، لا. فعشان هيك ايش عملت العرب؟ العرب عندها ذوق في لغتها سبحان الله. في القرآن ثلاث كلمات فقط تبدا همزه القطع على همزه الوصل استفهاميه، لذلك احنا بنحكي عن حفص في همزة الوصل وجهين، في ثلاث كلمات الآن، الذكرين، الله. إيش نعمل؟ يا إما واحدة منها، يا إما إبدال همزة الوصل يعني الهمزة الثانية ألف مد تمد ست حركات، مد لازم كلمي، فإيش حتصير؟ الآن ذكريني الله، تمام، صارت ايش؟ مد لازم كلمي، حنمدها ست حركات، هذا اسمه ابدال، ابدلنا همزة الوصل بحرف مد، تمام. يا اما التسهيل، تسهيل همزة الوصل يعني الثاني، الهمزة الثانية، الهمزة الاولى زي ما هي ما بتتحركش زي ما هي، همزة الوصل بين الهمزة والألف مع عدم المد مطلقا،
مش هتقولي وتحققيهم، لا تحققي الاولى والثانية تمام. هتقول الآن الآن الذكري بنبرة استفهام الذكري الله 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 الأولى محققة والثانية مسهلة. إذن إلها قراءتين إبدال، فبصير عندي كل الشغل في همزة الوصل. انتبهوا همزة القطع زي ما هي، فالأولى بتضلها همزة والثانية بتصير مد، بتصير لأنه وراها ساكن صار عندي مد لازم كلمي، لأنه اللي بعديها ساكن لأنه همزة الوصل ما بتيجي إلا بعد بكون بعدها ساكن. أوكي، فالساكن مع حرف المد بصير عندي مد لازم، هنا لازم كلمي مخفف، هنا وهنا كلمي مثقل. أو نسهل همزة الوصل، فبصير الذكرين الله الآن، وبيضل نبرة السؤال موجودة، نبرة السؤال موجودة. طيب في الأفعال، بشرط في الفعل الذي لو تجردت عنه همزة القطع لبدأنا بهمزة الوصل المكسور في 7 أفعال في القرآن. بشرط، هذا الشرط مهم جدا، يعني همزة القطع بتيجي مع همزة وصل في فعل، إذا جردنا وشلنا همزة الوصل بتكون همزة الوصل رفعنا همزة القطع قصدي بتكون همزة الوصل مكسورة. 7 أفعال في القرآن لا غير. القاعدة إيش نعمل؟ وهيهم موجودين هنا، افترى، اطلع، استغفرت، استكبرت، اصطفى، اتخذتم، اتخذناهم. القاعدة تحذف همزة الوصل ولا يترتب على الحذف التباس الاستفهام بالخبر، لأنه همزة الوصل كانت حركتها الكسر، وهمزة القطع التي للاستفهام حركتها الفتح. أفترى، أطلع، استغفرت، استكبرت، أصطفى، اتخذتم، اتخذناهم. لاحظين الاستفهام واضح وما صارش أي التباس، إذن نحذف همزة الوصل وما في عليها أسف. ليه؟ لأنه الاستفهام استمر معانا في هاي الكلمات 7 في الأفعال 7 هدول فقط في القرآن. إذن في 7 الأفعال هدول تحفظوهم تحذف همزة الوصل. ليش؟ لأنه حركتها كسرة، لو شلنا همزة القطع نبدأها بكسر. إذن وإحنا بدنا الاستفهام يكون واضح، فهنا همزة القطع أساسا هي إيش؟ مفتوحة، فحقول أفترى، أفترى، أطلع، أطلع، استغفرت، استكبرت، كله استفهام، أصطفى، اتخذتم، اتخذناهم. تمام، وضح الكلام؟ إن شاء الله يكون الوضع تمام. طبعا هنا تدريب، تدريب فقط لا غير، كلمة ونوع الهمزة والتعليل وبإيش نبدأها بحركة شو. إن شاء الله نكون وضحنا، أكون وضحت درس الهمزات للأخت اللي طلبتهم، وبالشكل اللي أنا عملها لكم إياه هذا بكون واضح وسهل. لو تصوريها وتحطيها قدامك وتدرسيها على هالأساس هذا، فالسهل جدا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.